حياكم الله مشاهدينا واهلا بكم في القسم الثاني من نشرة هذا المساء. إلى تركيا حيث انتهى اجتماع الأحزاب المعارضة والتي اتفقت على أن مرشحها للرئاسة هو كمال كليتشداروغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري. كليتشداروغلو سينافس الرئيس الحالي وزعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان في الانتخابات التي ستنظم أواسط أيار مايو المقبل. يذكر أن المعارضة التي تحالفت فيما يعرف بالطاولة السداسية مرت بمد وجزر وبوادر انشقاقات بالأخص من طرف الحزب الجيد الذي تتزعمه ميرال أكشنار، وهي في جميع حالاتها أي المعارضة تحمل فرصا ضعيفة مقابل أردوغان بحسب ما تشير الاستطلاعات، ولذلك هناك من يراهن على الانتخابات البرلمانية. برامج وملفات كثيرة أخرى تشكل مادة دسمة للانتخابات القادمة من الحال الاقتصادي إلى اللاجئين السوريين، مرورا بعلاقات تركيا بالإقليم والعالم. بينما تهتز الأرض في تركيا تتصارع الأحزاب التركية على الانتخابات وسط توترات متسارعة في الحلبة السياسية ليعلن ما يعرف بتحالف الطاولة السداسية المعارضة ترشح كمال كليتشداروغلو مرشحا مشتركا لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان بعد مداولات استمرت لشهور. لم يأتي اختيار كليتشداروغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المحسوب على تيار الوسط يسار دون جدل، فقد رفضت زعيمة حزب الخير القومي ميرال أكشنار تأييده، مما أسد الجهود المبذولة لتشكيل جبهة موحدة قبل أن تعود وتعلن تأييدها لكليتشداروغلو بعد اتهامها من قبل أقطاب المعارضة بموقفها المتردد تمنح هدية للرئيس أردوغان. تطورات الساحة السياسية والحزبية التي تقترب فيها عقارب الساعة من موعد الانتخابات الرئاسية لم تمنع الحكومة التركية من استدعاء السفير الأمريكي لدى أنقرة للتعبير عن عدم ارتياحها من الزيارة التي أجراها قائد أركان الجيش الأمريكي مارك ميلي إلى شمال شرق سوريا مطلع هذا الأسبوع. أنقرة أعربت عن عدم ارتياحها من زيارة الجنرال الأمريكي للمناطق التي يسيطر عليها خصومها الأكراد، ما قد يعيد التوتر الأمريكي التركي إلى الواجهة، توتر تسعى المعارضة لاستفادة منه في الحملة الانتخابية التي تقول أوساط إعلامية تركية إن واشنطن تريد أن ترى قيادة تركية جديدة تعيد إلى سابق عهده التحالف التركي مع أمريكا والغرب، تحالف أجره أردوغان لصالح المناورة بين القوى العالمية المتصارعة. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من برمنغهام في اسكتلندا دكتور زهرة صالح محلل سياسي في دراسات السلام وحل النزاعات الدولية، ومن اسطنبول ينضم إلينا كل من دكتور مهند حافظ أغلو المحلل السياسي وسيد فائق بلوط الباحث السياسي. أبدأ معك سيد فائق، ولكي نكون على دراية كاملة بما تمخض عنه اجتماع أحزاب المعارضة لأنه انتهى قبل سويعات بعد عودة أكشنار، هل نفهم بأن الخلافات بين الأحزاب المعارضة تبدد تماما؟ هذه نقطة. نقطة ثانية، عندما يتم اختيار كليتشداروغلو رئيسا وأن يكون له نائبين هما حاليا رئيسا بلدية، هل هذا قانوني؟ يعني أولا اختلاف بين طبعا فرق المعينة في الطاولة السداسية حتى الطرفين قد زيدت تماما، يعني قد تم التفاهم على بعض المبادئ معينة بحيث قد وجد طريق الوسط، بحيث أنه مرة أخرى أصبحت هناك جبهة موحدة وهي جبهة معارضة طبعا مكونة من طاولة السداسية، وهناك مبادئ مختلفة يعني أعلنوا ووافقوا عليها. بالتالي على فكرة أنه ما أعلن أنه هذا رئيسين بلديين أنه سوف يصبحان يعني مساعد لرئيس الجمهورية وهو كليتشداروغلو إذا طبعا فاز، فهذا قانوني. إن لم يكن قانونيا فلا يمكن موافق عليه أولا، شيء ثاني سوف يكون مخالفا للقانون يعني انتخابات وقانون قانون الأحزاب السياسية، وهذا يعني شيء كل شيء قانوني حاليا. طيب دكتور مهند، لو نتحدث هنا عن الشق الآخر عن رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية، صحيح بأنه بحسب الاستطلاعات يظل من يتصدر القائمة،
لكن الزلزال الأخير كيف برأيك يمكن أن يؤثر عليه وعلى سيرورة الانتخابات بالنسبة لأردوغان؟ نعم، أسعد مساء أستاذ بشار وجميع المشاهدين والضيوف الكرام. بالفعل كان من المفترض أن يكون هذا الزلزال ينعكس سلبا على موقف الرئيس أردوغان، ولكنه بحكم حنكته السياسية يؤكد على مدى 3 أيام من الآن، حتى قبل قليل كان هناك اجتماع للحكومة قال فيها نحن نركز الآن على الكوارث وكيفية إنقاذ ما يمكن إنقاذه وتجنب الكوارث اللاحقة والعمل الدؤوب على حماية المواطنين، وليس الآن هو مجال للمشادات السياسية. هذا يعني أن الرئيس أردوغان يرسل رسالة مباشرة للناخب التركي بأن لديه خطط ولديه أهداف يسير وفق هذه الأجندة التي وضعتها حكومته ويسير عليها. أما المعارضة فكان من المفترض أن تستفيد من هذا الزلزال سياسيا، ولكن لقلة الخبرة والحنكة السياسية مع الأسف رأينا هذا الارتباك الكبير. حتى عندما أعلن عن أن السيد كمال كليتشدار أوغلو هو المرشح للرئاسة رأينا بلغة الجسد لسيدة أكشنار ممتعضة ولكنها وكأنها مرغمة، ولكن كجائزة طردية إن صح لي التعبير وضع كل من إمام أوغلو ومنصور يواش كنائبين للمرشح كمال كليتشدار أوغلو، وهذا يعني نحن نتكلم عن 7 نواب للمرشح. هذا لم يجري في تركيا، يعني الأمر واضح بأن هناك ضعف. المواطن التركي كنت قبل قليل مع بعض المواطنين الأتراك ممتعضين تماما، حتى منهم كان مؤيد للمعارضة حتى العظم، ولكن امتعاض واضح. هذا الارتباك أرسل رسالة نفسية سلبية للناخب التركي بأن المعارضة ليست على قلب رجل واحد ولا تعرف كيف ترشح مرشح للرئاسة، فكيف بإدارة البلاد في الملفات الداخلية فضلا عن الملفات الخارجية وما أكثرها وما أصعبها. وبالتالي هنا التاريخ، إذا ما استندنا إلى التاريخ سريعا، بأن كمال كليتشدار أوغلو في مرتين ومحاولة ولتين بأنه نافس رئيس أردوغان للانتخابات ولكنه فشل وخسر. وبالتالي إذا ما كان التاريخ مسلطا أو يعطينا إضاءات وإشارات للمستقبل، فإننا نعتبر من الآن أن رئيس أردوغان ما لم تحدث هناك مفاجأة، ما لم يحدث هناك تغييرات جديدة، السياسة التركية الداخلية ليست مستقرة حتى هذه اللحظة بالرغم من أن الطاولة السداسية قد اتفقت على مرشح لها. نعم طيب دكتور زارة، من بين الأحزاب يبرز حزب الشعوب الديمقراطي ذو الغالبية الكردية في تركيا، أين هو؟ ما هو موقعه؟ لماذا لا يشارك في هذه الطاولة؟ ما هي حظوظه؟ ما هي خططه برأيك؟ مساء الخير لك ولضيوفك. بكل تأكيد يعني هذه الانتخابات في تركيا تعتبر من أصعب الانتخابات، ليس فقط على المعارضة بل على حتى على الحزب الحاكم حزب أردوغان وحليفه الحزب القومي، لأن بتقديري المعضلة تكمن في الخلل البنيوي في لدى الطرفين. يعني إذا نظرنا إلى المعارضة التركية تبدو الصورة واضحة بأن هذه المعارضة ليست لديها برنامج لإجراء تغيير في بنية هذه المنظومة التي انقلب عليها أردوغان بأن جعلها رئاسية شبه دكتاتورية ووضع كافة صلاحيات الدولة والبرلمان في تحت أجندته وسيطرته. هذا عدا أن هذه الأحزاب بمختلف أسمائها سواء المعارضة أو الحاكمة الآن في بنيتها هي أحزاب قومية، على الرغم من أنها تلبس العباءة العلمانية أحيانا وحتى العباءة العثمانية والعباءة الإخوان المسلمين الدينية، لكنها في الجوهر هي أحزاب جوهرها واحد. هنا بتقديري التخبط يكمن لدى المعارضة بأنها بينت بأنها أحزاب تستند على المحاصصة، يعني خلاف بسيط أدى إلى انشقاق حزب الجيد، هنا استفاد منها حزب العدالة والتنمية. كما نعلم بأن أردوغان هو شخص براغماتي، يعني يحاول الاستفادة من كافة الظروف، وهذا قد يكمل يصب في مصالحه. هنا بالعودة إلى القضية الكردية وحزب الشعوب، بتقديري
فيما يخص الطرفين سواء حزب العدالة وحليفي أو المعارضة ليست لديها برنامج حول معالجة القضية الكردية في جذورها. هي تحاول استمالة صوت الناخب الكردي الذي هو يعتبر بيضة القبان. إذا دعم الكرد أي جهة بكل تأكيد ستفوز في الانتخابات، لكن الطرفين ما زالوا سليلي تلك الثقافة القومية التي تنفي كل ما هو غير تركي. يعني سوف آتي بمثال بسيط. أمس بعجالة كان يعود السيد فائق بعجالة لأثبت بأن الطرفين لا يعتبرون الكرد جسما غريبا في تركيا رغم أنهم يعيشون على أرضهم تاريخية كردستان. فريق بورس سبورت عندما زارهم فريق آمد الذي هو فريق كردي من ديار بكر بدأنا هذا الحشد العنصري والحاقد على من قبل الجمهور الذي بدأ وكأنه مخطط له. الجمهور واللاعبين على مرأة من البوليس التركي اعتدوا على الفريق فريق آمد سبورت استخدموا الشعارات العنصرية. يعني أنت برأيك يوجد خلل بنيوي في البلاد وفي الحكومة وفي في المعارضة، وربما هذا يعطينا جوابا لماذا حزب الشعوب الديمقراطي غير موجود لا هنا ولا هناك. طيب سيد فائق أعود لك، برأيك ما هو البرنامج الذي تستند إليه المعارضة التركية؟ هناك من يتهم المعارضة بالأخص من الحكومة بأنها تتغذى على التحريض والعنصرية ضد اللاجئ السوري، وهذا ما لديها. يعني طبعا هناك لابد القول أن حزب الكردي بعتقد يعني تقريبا 100% سوف يصوت للسيد كمال كليشتراغلو لصالح كمال كليشتراغلو، بما أن كمال كليشتراغلو هو مرشح لرئاسة الجمهورية. سواء حزب الكردي يعني رشح مرشحا سواء لن يرشح، وهذا يعني حزب الكردي سوف يصوت لصالح كمال كليشتراغلو، طبعا بما في ذلك يعني طاولة السداسية. هذه نقطة. نقطة ثانية أن طاولة السداسية قبل الأيام يعني حتى قبل تقريبا شهر شيء يعني فمنذ سنة عاملة على صيغة البرنامج كامل يعني لرئاسة الجمهورية للنظام التركي لإعادة البرلمان التركي وما إلى ذلك تقريبا 250 صفحة. يعني هذا برنامج يحتوي يتضمن 250 صفحة كل يعني يتطرق إلى كل ما كبيرة وصغيرة. هذه النقطة المهمة جدا لابد من معرفة ذلك. هذه نقطة. نقطة ثانية، هذه طبعا هذا الخلاف اختلاف هو شيء آخر شيء جانبي، يعني اختلاف كان جانبي وعلى كل حال اتفقوا على شيء معين. يعني لا ننسى أن هناك قوى يسارية ديمقراطية حاليا، هناك تحالفات أخرى، ثلاثة تحالفات أيضا أخرى خارج عن طاولة السداسية. هؤلاء يعني ممكن تنطرف من هذه القوى اليسارية الديمقراطية طرف بسيط جدا أو صغير جدا، هو يعني يسحب نفسه أو يتردد في التصويت لصالح الطاولة السداسية، ولكن هذه القوى اليسارية فديمقراطية الكبيرة هي سوف تصوت أيضا لصالح الطاولة السداسية ضد الحكم حزب الحاكم. هذه نقطة مهمة. نقطة ثانية لابد، نقطة ثالثة لابد من إشارة إليها، وهي إنه حتى يوم الزلزال حتى بعد يوم الزلزال صارت هناك بحوثات ميدانية ولو يعني بصورة ضيقة. هذه البحوثات الميدانية تشير إلى أفول الشعبية السيد رجب طيب أردوغان وتبع حزب الحاكم. يعني هل هناك فرصة لأن يكون كليشتراغلو هو الرئيس؟ فقط سؤال. هذا تأكد يعني أنه سوف يكون رئيسا، وبعتقد بهذه يعني إذا جمعنا على بعض يعني قوى اليسارية طاولة السداسية قوى الكردية حزب الكردي، لأن يعني حزب الكردي تقريبا نسبة أصواتي تقريبا تتراوح بين 13% و 15% فليست بسيطة، هذه نسبة ليست بسيطة. وبذلك بعتقد أن هناك حظ كبير جدا أو فرصة كبيرة جدا للفوز إن لم
إن لم يخطئ أخطأ فادحة وفاحشة. نعم. طيب. هذه النقطة الأساسية طيب. أعتقد. نعم. طيب دكتور مهند أحب أن أسمع رأيك حول ما قاله، وأيضا أضيف على ذلك أمرا آخرا. قانونيا يستطيع أن يترشح ويمضي قدما أردوغان، لكن ألم يحن الوقت لكي يتنحى ويعطي الفرصة لآخرين؟ 20 عاما في الحكم، سواء على شكل رئيس وزراء أو على شكل رئيس، وحصل ما حصل لتركيا من تدخلات إقليمية وانهيار الاقتصاد والليرة، ما رأيك؟ نعم، يعني أن تركيا بشكل خاص تمر بمرحلة حساسة وخطيرة جدا. الناخب التركي بالرغم من أن الاقتصاد وضعه صعب، التضخم كثير وكبير جدا، الزلزال أتى أيضا بامتحان كبير للحكومة التركية، بالرغم من كل هذا ولكن يدركون على الأقل أنهم قد جربوا الرئيس أردوغان لمدة عقدين من الزمن، وبالفعل قاد تركيا من مصاف الدول المتدنية التي لا قيمة لها إلى مصاف الدول الكبيرة، بحيث أن الشرق والغرب بحاجة إلى تركيا بسياسة الرئيس أردوغان. يعني على سبيل المثال للحصر، الحرب على أوكرانيا وملف الحبوب، ماذا سوف يكون كان الوضع لو لم يكن الرئيس أردوغان بحنكته وبتوازنه السياسي ما بين كل من روسيا وحليفته الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلفها الدول الغربية؟ ماذا كان سوف يكون حال ملف الحبوب؟ الرئيس أردوغان لديه الكثير حتى من المفاجآت لم يعلن عنها بعد، وهو ينتظر حتى كلما اقترب موعد الانتخابات يضيق الوقت على المعارضة، وبالتالي يخرج المفاجآت التي يعرفونها تماما المعارضة، بأن الرئيس أردوغان ليس ساذجا وليس غبيا، يدرك تماما أن كل ما جرى هي محاولة أولى، وربما يقومون بأمور أخرى هؤلاء المعارضة، ولكن لديه خطط بديلة، ويبدو لي لديه قناعة شخصية لا أدري إن كنت صائبا بها أو لا. كل المعارضة التركية بما فيها كمال كليتشتاروغلو المرشح للرئاسة يبدو أنهم بحاجة ماسة، يبدو لهذا قناعة ليس تحليلا، بأن الرئيس أردوغان هو رجل هذه المرحلة الخمس سنوات، هذه هي الفرصة الأخيرة للرئيس أردوغان والخاتمة، ومن بعدها سوف يعتزل الرئيس أردوغان العمل السياسي، وبالتالي المرحلة الحرجة التي تمر فيها تركيا على المستوى الداخلي الإقليمي والدولي بحاجة لرجل ممرس وذكي سياسيا ويعرف كيف يلعب على الخيوط. أما أن يكون الأمر لطاولة متعددة متشعبة، من يكون فيها صاحب الحكم؟ سوف يرضي من الرئيس كما اذا كان رئيسا لاحقا كما كيشتغل؟ سوف يرضي من؟ سوف يرضي الحزب الاول، الثاني، الثالث، من يرضي؟ وبالتالي هناك قناعه لدى الناخب التركي بان الوضع للمعارضه بهذا الاعلان اليوم هو نعي لنجاح سيد كمال كليتشتاروغلو. نعم دكتور زارة، برأيك إقليميا ودوليا من يفضلون؟ هناك الأنباء التي تقول إن العالم سئم من أردوغان يريد تغييرا، وهناك من يقول العكس كما قال دكتور مهند، رأوا في أردوغان هذا الرجل المحنك الذي ربط الشرق بالغرب، الذي أصلح العلاقات مع الإمارات ومصر والكثير من الدول، ما رأيك؟ نعم، يعني أردوغان كما ذكرت هو شخص براغماتي، يعني معروف عنه يعني ينقلب بين لحظة وأخرى على كل حلفائه. بتقديري يعني هناك يعني الأطراف الدولية هناك اختلاف وفق الأجندات، فمثلا بوتين هو الشخص الذي يفضل أن يكون أردوغان في السلطة لأن المصلحة تقتضي في ظل الدور التركي الجيوسياسي في الحرب الأوكرانية والحصار المفروض على روسيا. بوتين هو يعني صاحب الخطة التي يحاول أن يعيد العلاقة بين أنقرة ودمشق من خلالها ليكسب أردوغان هذه الانتخابات، وهو يعمل على هذه الخطة. يعني كما نعلم هنا يحاول أن سحب ورقتين رئيسيتين من ضمن برنامج المعارضة طاولة سداسية، وهي قضية إعادة العلاقة مع دمشق أولا، وثانيا قضية اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا وإعادتهم إلى سوريا. هذين النقطتين بتقدير أردوغان سوف يعني بدأ منذ بخطة سحب هذه الورقتين، ونظرا لضعف المعارضة التي ليس لديها برنامج يعني برنامج استراتيجي لإيجاد بديل، موضوع يعني تغيير السلطة ببديل ليس لديه برنامج جذري في معالجة القضايا تركيا،
بتقديري أردوغان يدرك هذه المسألة. لكن سيتفق قبل قليل لديهم قائمة مليئة بالنقاط والبنود. نعم نعم نعم، ولكن لا لكن لا لكن أردوغان لديه أيضا يعني فترة حكم طويلة، لديه هو يمتلك علاقات دبلوماسية قوية في الجانب الروسي، يعني هو لديه أوراق يستطيع أن يتغلب على المعارضة هنا. لكن هنا الجانب الأمريكي بتقديري لا يود أن يفوز أردوغان في هذه، هو يفضل أن يكون هناك تبديل في تركيا، لأن الحليف التركي كعضو في الناتو أصبح يخدم الأجندات الروسية. يعني الكثير من سياسات أردوغان هي ضد حلف الناتو يعني. وإذا يعني ذهبنا في يعني العلاقة يعني مع الجانب الكردي، يعني تركيا لعبت دورا سلبيا حتى في التدخلات الإقليمية، تدخلاتها في دول الجيرة سواء في سوريا أو العراق. وهناك خلاف تركي أمريكي بسبب القضية التركية، بسبب القضية الكردية، ورأينا الخلاف نعم خلال انفجار إسطنبول، ورأينا أيضا تنديدا تركيا بسبب زيارة مارك ميلي رئيس هيئة الأكل المشتركة الأخيرة لشباب شرق الأوسط. طيب لأن الوقت يمر بسرعة اسمح لي بأن أعطي فرصة أعود لسيد فائق. سيد فائق، أنت استبشرت خيرا وقلت ربما لدى المعارضة فرصة، لكن هناك من يخالفك الرأي ويقول المعارضة لا تملك فرصة البتة في الانتخابات الرئاسية، لكن هي تراهن على الانتخابات البرلمانية وأن يخسر العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية بينما المعارضة تفوز بالثلثين. ما فرص ذلك برأيك؟ يا سيدي، أولا سيد أردوغان مش ضد الناتو، ليس ضد الناتو بل مع ناتو، ولكن هناك تصرفات السلطة الحالية تتناقض بعض أحيان بين حين وآخر بمصالح حلف الشمال الأطلسي الناتو وكل من دول أوروبية والولايات المتحدة. هذه يعني هناك دولتين واضحتين مؤيدتين للسيد رجب طيب أردوغان، هي روسيا وإيران. هذا يعني هذا واضح جدا، واضح. غير ذلك هذه الدول الغربية، نحن نعرف كواليس الدبلوماسية، أيضا نعرف هذه الكواليس. هذه صحيح أنه كتعامل أعرف الدولية طبعا تتعامل هذه الدول مع السيد رجب أردوغان طيب أردوغان، لأنه هو رئيس الجمهورية وطبعا السلطة الحالية موجودة، يمثل السلطة الحالية. ولكن يعني في كواليس تنتقد هذه الدول كثيرا جدا تصرفات السيد رجب طيب أردوغان. هذا لا يعني، هذا يعني أنه كل الأوراق الدولية ليست بيده. هذه نقطة. نقطة ثانية، يعني هذه الأحزاب المعارضة ليست ضد اللاجئين السوريين، بل قاعدة جماهيرية مؤيدة لحزب تحالف الجمهوري، يعني حزب الحاكم وحزب محالفه التراني. هذه القاعدة لديها عنصرية، بحيث يعني ترفض وجود اللاجئين السوريين. ها، في خطة لدى كل تقريبا معارضة، كل حزب لوحده أو بصورة مشتركة، صحيح لإرسال أو إعادة اللاجئين إلى سوريا. طيب، ولكن هذه خطة يعني لا ترى مهم. ما توقعاتك لانتخابات البرلمان؟ انتخابات البرلمان على كل حال يعني للوهلة الأولى سوف يكون طبعا تصويت، سوف يتم تصويت رئاسة الجمهورية. بعد ذلك انه سوف تتم انتخابات البرلمانيه. ففي برلمان، في انتخابات البرلمانيه يعني من الواضح حتى سيد رجب حزب الحاكم خايف من ذلك، انه المعارضه سوف تحصل اغلبيه، لا اقول الساحقه، ولكن اغلبيه تقريبا تصل الى 300 نائب. فهذه نقطة مهمة جدا. هذه يعني أغلبية البرلمانية سوف تنزع من يد حزب الحاكم. وسوف ولو هناك رئيس الجمهورية، ولو فيما فاز رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، ولكن هذا البرلمان سوف يقلص كل صلاحياته. يعني كل الصلاحيات ممنوحة للرجل واحد، دولة طيب. واحدة، رجل واحد، حزب نعم. واحد. دكتور نائب، قبل ينتهي الوقت، عفوا دكتور مهند، يتوقع هنا بأن يحصلون على أغلبية في مجلس النواب، ما سوف يضعف أردوغان ويعيدون النظام الرئاسي البرلماني. ما فرص ذلك بجملة لو سمحت؟
يا سيدي، سواء على المستوى الداخلي او المستوى الدولي، اللي افترضنا كان هناك امتعاضا من الرئيس اردوغان، فانهم يدركون بانه ذكي وعاقل، وعدو عاقل خير من الصديق جاهل. لم تجبنا على سؤال البرلمان، الرهان على اضعاف اردوغان برلمانيا، ما فرص ذلك؟ هذا الامر منوط لاحقا ومن الصعب التكهن به حاليا. الامر والعمده الامر اذا ما كان هناك ربح او فوز للرئيس اردوغان فان ذلك سوف ينعكس سلبا طبعا على كتلته الانتخابيه هو وحزب الحركه القوميه في البرلمان، والعكس صحيح. اذا ما خسر الرئيس اردوغان تابع الانتخابات وإذا ما خسر الرئيس أردوغان الانتخابات فإن كتلته النيابية سوف تكون أكبر من كتلة المعارضة. الأمر هو متضاد، يعني من ينجح هنا يخسر هناك ومن يخسر هنا ينجح هنا. هذا المختصر والسريع لما يتعلق بالبرلمان في الوهلة الأولى إلى أن نصل إلى موعد الانتخابات. الكثير من المفاجآت سوف تكون. أشكرك، انتهى الوقت. سيد دكتور مهند حافظ-أغلو المحلل السياسي وسيد فائق بلوط الباحث السياسي، كنتما معي من اسطنبول، ومن برمنغهام دكتور زهرة صالح محلل سياسي في دراسات السلام. شكرا جزيلا لكم جميعا. نهاية نشرة هذا المساء، إلى اللقاء. We'll be right back.